علاش؟ علاش حنا متخلفين؟ فاش الأوروب والأمريكان خير منا؟ علاش هما عندهم الحضارة وحنا مكركرين في الحضانة؟ علاش هما شعب راقي ويختار وحنا حياته كامل جايبها محتار؟ وعلاش هما يشيعوا الفاهم والفنان والعالم الفضاء واحنا عبدو ماميدو شابة صباح؟ علاش بيناتهم يترفدوا ويتحالفوا واحنا نتعاداو ونتخالفوا؟ حنا مسلمين قولا وهما فعلا، خصتهم الشهادة والفردوس هما ليها سباقة. يمنوا بالإنسانية واحنا ودعناها وقت النية، يمنوا بالشباب ويدعموا المواهب واحنا همنا الواحد نشر الفضاء. فهموني فهموني كيفاش حبيتونا نطوروا واحنا تخمامنا الهابط ما يسوى دوره. الاخلاق دار امانة تهبط، الخيانة انتشرت، الفاحشة عادي والحبس ولا ما يربي. هما الحيوان وعندو قيمة واحنا رانا نشوفه بلا ما نقوله فيديو تافه شيء واللي يستاهل باش ما يحوس على طول. هما ورا الفشل حتى ينجح، وعندنا ورا النجاح حتى يكرم. لو كان بقاو هكذا هاتنا تولي سواد في سواد. وقيل امنتو بلي تزاير خير من السواد. رانا في عالم ثالث، وقيل نسيتو يا ناس العقلية هادي شبه الرخص ما بين الجناس. والله سي فريمون دوماج للحل اللي وصلنا له اليوم. ان شاء الله نفيقوا لروحنا وهذا الحل ما يدوم، تصدر بلادنا ويرتقوا عبالنا ونولوا قدوة اليوم ماشي هما قدوة لينا. هاد الكلام قليل ما فرش به واش كان في قلبي، ان شاء الله يكون الحق له ميساج. نقولكم السلام.